وينضم إلينا من الخليل دكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخليل. دكتور عماد، لنبدأ بردود الأفعال حول رد حركة حماس على المقترح الأمريكي، ولنبدأ أولا بالرد الأمريكي الذي جاء من أنتوني بلينكين ومن أيضا جاك سوليفان. كيف تنظر إلى هذه الآراء وإلى ما بينها ربما من بعض التناقضات؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين والمتابعين. يعني كعادتها أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل، تمثل وجهة النظر الإسرائيلية. لم نراها على مدار الثمانية أشهر الماضية بتمارس أي ضغط من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إيصالنا إلى صفقة لتبادل الأسرى أو لهدنة إنسانية، وهذا لم نلحظه سياسة أمريكية ممارسة بهذا الموضوع. حماس حاولت تفويت الفرصة على إسرائيل بقبولها لهذه المبادرة مع إيراد بعض الملاحظات، وهذا من حق المقاومة الفلسطينية وحركة حماس أن تورد الملاحظات، لكن بدأنا نسمع بأنه على حماس أن توافق، لكن لم تقل هذه الجملة على إسرائيل أن توافق لجميع المبادرات التي طرحت في السابق. وكأن مرة ثانية نقول بأن أمريكا وإسرائيل تقف في خانة واحدة، مع أنه في لحظات معينة تأتي ونشعر بأن أمريكا معنية بإبرام أو إنجاز هذه الصفقة، لكن في تحليل حقيقي للموقف الأمريكي نجد بأنه هذا الموقف يتماهى تماماً مع الموقف الإسرائيلي بهذا الاتجاه، الذي يطالب حماس هي بتقديم جميع التنازلات والتراجعات، ولكن لا يطلب من إسرائيل أي تقدم بأي خطوة بأي اتجاه. نعم، رد الفعل الإسرائيلي نفسه، يعني حين يصف نتنياهو هذه أو هذا الرد، رد حركة حماس بأنه سلبي، بينما تقول القناة 13 أنه الأكثر تطرفا، كيف تقرأه؟ يعني محاولة لرمي الكرة في ملعب حركة حماس. كانت في البداية تطرح المبادرات لكي ترفض حماس ولكي تقول إسرائيل وأمريكا للعالم أنه من لا يريد إنجاز الصفقة، من لا يريد الهدنة وإيقاف الحرب هو حركة حماس. هذا كانت ما تتمناه إسرائيل، أنه هناك الرفض يأتي من حركة حماس. عندما توافق حركة حماس الآن تبدأ إسرائيل بالبحث عن ذرائع أخرى، وهذا بالفعل يعني ما يجعلنا متأكدين تماما أنه إسرائيل غير معنية بإبرام هذه الصفقة، لا سيما بعد خروج بيني غانتس. البعض توقع أنه خروجه ممكن أن يجعل نتنياهو يفكر في هذه الصفقة، لكن الأوضاع تشير إلى عكس ذلك تماما. غانتس إلى حد ما كان يمثل وجهة النظر المعتدلة في هذا الموضوع، بخروجه الآن أصبح نتنياهو يقود حكومة يمينية متطرفة بالكامل، وبالتالي هذا الذي يجعلنا سيدخلنا ويدخل المنطقة إلى حالة من التشدد وحالة من التطرف، لأنه بالفعل أصبحت هذه الحكومة بالمجمل هي لا تؤمن إلا بضرورة الضغط العسكري، وهذا الضغط العسكري هو الذي ممكن أن يفرج عن الأسرى الإسرائيليين وليست أي عملية دخول للمفاوضات هنا وهناك. لذلك إسرائيل تحاول أن تقول أن حماس بوضعها تعديلات أو تحفظات فإنها تنسف هذه الخطة، لكن المنطق يقول في حالة التفاوض طرف يقدم مقترحات والطرف الآخر يجري تعديلات، ثم تصبح هناك عنا ما يسمى حلول وسط بين الطرفين إذا كانت هناك نية لدى الطرفين لإنجاز صفقة، وكان هناك وسيطا حقيقيا إذا كانت الولايات المتحدة معنية بذلك. لكن لا أرى في النهاية لا إسرائيل معنية بالتقدم الحقيقي ولا أرى أمريكا وسيطا نزيها بهذا الموضوع. نعم، حين تطالب حماس الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل للموافقة على يعني ردها وعلى المقترح الأمريكي، ما الذي تنتظره الحركة من واشنطن؟ يعني أنا أنظر بعين الحركة في هذه اللحظة وكأنها تقول بأنه هناك دولة عظمى اسمها أمريكا وهناك دولة حليفة لإسرائيل اسمها أمريكا. لو كانت هناك نية حقيقية من أمريكا بهذا الموضوع لاستطاعت أمريكا بكل أدوات السياسة الأمريكية، وهي الدولة التي تقود النظام الدولي،
وهي الدولة العظمى في العالم، تستطيع أمريكا أن تقنع إسرائيل، ولا نقول تجبر إسرائيل على الالتزام باتفاق معين، لكن هذه المراوغة والمماطلة من قبل الإدارة الأمريكية تشعرنا أن أمريكا عمليا هي تدور في الفلك الإسرائيلي في موضوع الصفقة والهدنة الإنسانية، ولا زال الطرفين الأمريكي والإسرائيلي يبحثون عن تحقيق الأهداف الحقيقية في قطاع غزة. حماس عندما تطلب ضمانات بين قوسين أمريكية لكي تضمن انسحاب كامل وإنهاء رسمي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أنا مدرك تماماً أن حماس تطلب المستحيل في هذا الموضوع. لا يمكن لأمريكا أن تقف ضد إسرائيل في هذا الموضوع. نتنياهو وحكومته، أنا أستبعد تماماً أن يحدث انسحاب كامل من قطاع غزة، أستبعد تماماً أن تحدث نهاية حقيقية للحرب على الأقل في هذه الأشهر القليلة القادمة، وإنما ستطول الحرب، وهذا ما أوضحه بيني غانتس في استقالته، أن الحرب ستمتد، وهذا أصبح واضحاً لدينا، هي حرب استنزاف طويلة. إسرائيل دخلت هذه الحرب لن تخرج منها بالسهولة المتخيلة، لذلك نتنياهو يراوغ ويماطل ويحاول أن يستبعد كلمة إيقاف حرب نهائي، ويحاول أن يستبعد انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وثم يبدأ بالمراوغة بين بنود هذه الاتفاقيات التي نراها فضفاضة تماما وقابلة للتأويل، ومن يستطيع التأويل هو الأقوى على الأرض، وبالتالي إسرائيل وأمريكا يشعر بأنفسهم أنهم قادرون على التأويل النصوص لاحقا حتى لو وافقت حماس هنا وهناك. نعم، يعني حين يطالب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن أثناء المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الطرفين بتقديم تنازلات، يعني هل ترى هذه الجملة صحيحة في ظل أنه يعلم أن حماس قدمت الكثير من التنازلات بينما تأبى حكومة بنيامين نتنياهو تماما تقديم أي تنازلات؟ يعني ما تفضلت به حقيقة هو عين الصواب وهو الجواب الدقيق لذلك. بالفعل حماس قدمت تنازلاتها، إلى حماس التي رفعت شعار ما بعد 7 أكتوبر تبييض السجون بالكامل وكل الأسرى الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين. حماس الآن قبلت بعدة بضع عشرات من الإسرائيليين مقابل بضع مئات من الفلسطينيين، وبالتالي تخلت عن هذا الشرط الكبير. حماس وافقت على المرحلية في الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ووافقت على هدن إنسانية متواصلة. كل هذه نستطيع أن نقول حماس حاولت قدر الإمكان أن تقدم حلول وسط، وبالتالي تدرج ما بين قوسين تنازلات. لكن أعطونا تنازل واحد قدمته إسرائيل في هذا الموضوع، رفضت كل صفقات التبادل، رفضت أي هدنة إنسانية منذ الهدنة الأولى، وبالتالي ترفض الحديث بشكل واضح ومباشر عن إيقاف الحرب. إذن ما المطلوب من الجانب الفلسطيني بما أنك أنت الآن ترفض الحرب وترفض الانسحاب وترفض الهدنة الإنسانية وترفض صفقة التبادل الأسرى؟ لذلك العبارة هي ليست دقيقة. حماس قدمت تنازلات، حماس أبدت مرونة، حماس حاولت أن تفوت الفرصة على إسرائيل، لكن حماس يبدو أنها لا تفهم العقلية الإسرائيلية. تستطيع إسرائيل، وهذا تعودناه كفلسطينيين من خلال أكثر من 30 عام تفاوض، إسرائيل تستطيع أن تختلق الذرائع والحجج التي تنسف من خلالها أي اتفاقية، وخير شاهد على ذلك اتفاقية أوسلو التي أبدى الفلسطيني كل بين قوسين نوايا حسن النية والسلوك الحسن، لكنها لم تقدم إسرائيل شيء. منذ وصول الرئيس محمود عباس 2005 لغاية هذا اليوم، أبدى الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية كل بوادر حسن النية، لم تقدم لنا إسرائيل شيء، لم تقدم لنا الإدارة الأمريكية، بايدن 4 سنوات في الحكم لم يقدم لنا شيء، مع أنه يعترف بأنه الرئيس الفلسطيني شريك في السلام. لذلك المطالب هو إسرائيل أن تقوم بتنفيذ الاتفاقيات. إسرائيل مطلوب منها أن تقدم تنازل واحد في الأسرى أو في الهدنة الإنسانية أو في الانسحاب الكامل أو في إيقاف الحرب. لم تقدم إسرائيل أي جملة واحدة حقيقية ملزمة، وهناك ضمانات أمريكية في هذا الموضوع. نعم،
طيب بالنظر إلى التطورات السياسية في إسرائيل، يعني كيف تنظر إلى هذه التطورات وإلى الاتجاه الذي يمكن أن تدفع إليه؟ يعني أرى التطورات من جانبين. الجانب الأول هو الجانب القانوني. نتنياهو بدون بني غانتس عمليا يملك 64 عضو كنيسة من أصل 120، وهذا رقم مستقر إذا لم يحدث أي انسحاب من وزراء حكومته، وإذا لم يحدث أي انشقاق داخل حزب الليكود. يستطيع نتنياهو أن يبقى على سدة الحكم بكامل الولاية لنهاية عام 2026. النقطة الأخرى، ممكن أن يتحول غانتس الآن لقيادة المظاهرات الشعبية، وهذا يقوم بالشلل في الحياة السياسية والاقتصادية في إسرائيل. هذا الذي نراهن عليه. لكن عمليا وقانونيا لو بقي غانتس في المعارضة وحاول تجميع أصوات لإسقاط نتنياهو لن ينجح في ذلك، لأنه مجموع جميع الأصوات خارج الحكومة الإسرائيلية هو 56 بما فيها الأحزاب العربية التي لن تقف إلى جانب غانتس في هذا الموضوع. لذلك العملية القانونية أو التصويت أو حجب الثقة عن حكومة نتنياهو لن تجدي قانونيا. المجدي ممكن أن يتحول إلى الشارع الإسرائيلي، أن تعود المظاهرات كما كانت قبل 7 أكتوبر عندما كان غانتس هو الزعيم الحقيقي للمعارضة، وهناك خروج لمئات الآلاف من الإسرائيليين للشوارع، وكان هناك تأييد حتى أمريكي لهذه المظاهرات وإدانة أمريكية لحكومة نتنياهو اليمنية في هذا الموضوع. هنا ممكن أن نقول يبدأ العد التنازلي لحكومة نتنياهو في هذا الموضوع إذا نجح غانتس في قيادة معارضة حقيقية قوية وتستند إلى مظاهرات شعبية حاشدة ممكن أن تلحقها حالة من العصيان المدني والإضرابات التي ممكن أن تشل الحياة في إسرائيل. هذا يقود المسار إلى أن يفكر نتنياهو كثيرا قبل أن يتقدم بخطوات أخرى في الحرب أو في غيرها. إشعال الموقف على الجبهة الشمالية أو حتى مع الضفة الغربية، في أي الاتجاهين يصب، في صالح أو في غير صالح بنيامين نتنياهو ويمينه المتطرف؟ لا، أكيد في صالحه، لأنه نتنياهو ويمينه المتطرف وحكومته المتطرفة يقتاتون ويعتاشون على الحرب. إذا هدأت جبهة غزة ضمن أي صفقة من الصفقات التي نتوقع أنها تنجز بشكل أو بآخر، ستفتح جبهة في الضفة الغربية، والجبهة مفتوحة منذ 7 أكتوبر. إذا لم تتحرك جبهة الضفة الغربية سيتحرك نتنياهو باتجاه جبهة جنوب لبنان، وهذا متوقع جدا. على مدار 8 أشهر كان هناك اشتباكات محدودة، فعل ورد فعل وخسائر من الطرفين لكن تحت السيطرة، وخسائر محدودة واشتباكات محدودة. لكن إذا كانت هناك عملية سيطرة كاملة لإسرائيل على قطاع غزة واستكمال السيطرة على منطقة رفح تحديدا، وربما إبرام صفقة، من الممكن جدا أن يبدأ الشارع الإسرائيلي بمساءلة نتنياهو بهذا الموضوع في موضوع الحرب. لذلك نتنياهو سيذهب بعيدا للأمام وسيفتح جبهة أخرى في جنوب لبنان، وبالتالي سيبقى الشارع الإسرائيلي منشغلا بهذه الجبهة، وهذا ما يريد نتنياهو وحكومته، تحقيق أهدافهم الأيديولوجية الشخصية التي تؤمن بضرورة توسع وتمدد إسرائيل والسيطرة على المنطقة المجاورة لإسرائيل، وهذا يحقق تكتيكات سياسية، لأن هذه الحكومة لا تستطيع أن توقف الحرب حاليا وتدخل انتخابات، لأنه من غير المتوقع أن تعود إلى الحكم مرة ثانية. لذلك هذه الحكومة معنية بإطالة أمد الحرب سواء كان في غزة أو في أماكن أخرى. لذلك المخاوف حقيقية أن تصعد إسرائيل في منطقة جنوب لبنان. لذلك إسرائيل هي التي تقوم بالاغتيالات، هي التي تبادر، هي التي تستفز، مثل ما حدث باغتيال الإيرانيين في القنصلية الإيرانية في دمشق. من بادر إلى ذلك؟ إسرائيل، لأن نتنياهو معني على أقل تقدير إذا لم يكن هناك إشعال للمنطقة بتسخين هذه الجبهات. شكرا جزيلا لك دكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل، كنت معنا من الخليل بالضفة الغربية.